تفضلوا معي هنا يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام. من اليوم مبادرة فريق دعم سلطان بن دغيم، موضوع المبادرة عن الأخ. بناخذ مشاركة من الشباب أخوياي، ومجهزين لنا صور رسائل للعيال، ومجهزين لنا مقاطع فيديو. الله يبيض ويجيه قرب الدعم على وقفتهم وفزعتهم معنا. لندرك النعم من حولنا فنعم الله عديدة، منها نعمة الأخ، ألا وهو السند لكل ضيق والرفيق لكل سعة والأمان لكل خوف والراحة وقت التعب. معه وبقربه تكمن الراحة، فهو عكاز السنين الذي لا يميل ولا يمال، هو الكتف الذي نشتد به كي لا نميل، ليحمل عنا عبء الحياة. فكما قال الله تعالى: سنشد عضك بأخيك. فمهما طلنا وجلنا لن تصف عظمتهم الكلمات ولن توافيهم الأحرف، فهيا بنا نرى بعض مشاعرهم الأخوية تجاهنا. ابو ماجد عرض لي الصور حقت الشباب. الصلف روح للشاشه اقرا الرساله. مشاهدين لك من خلف الشاشات وداعين لك بكل ما املك لك ولك تستحق، قدمت الشيء اللي يجملك ويجمل ربعك وجمهورك.